يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطائف يطوف بالقبر على أنه يتقرب لصاحب القبر بذلك فهذا شرك أكبر، وإن كان يطوف بالقبر على أنه يتقرب لله بذلك فهذا بدعة، هل فهمي هذا وكلامي؟ هذا قلنا هذا بدعة وسيلة إلى الشرك، ما يكفي أنه بدعة، بل بدعة أشد البدع لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.